اسمعيني، هاي الإبرة اللي عطيتك إياها فيها مضاد التهاب وفيها كمان مسكن بخفف لك الوجع شوي. يسلموا. هذا واجبي، بس مثل ما قلت لك لازم يشوفها الدكتور لأنه ما رح تطيب إذا ما تجبرت. إذا ورمت أكثر من هيك ما تتركي حالك، روحي على المشفى فورا. ها؟ سمعاني؟ يلا نزار، عذبناكي معنا. شكرا كثير. العفو، روحي في دصهر المستقبل. مين قصدك؟ انت كيف يعني هلأ وقت هالمزاح؟ ما بتعرف بالموضوع؟ خالي سنية اجت وطلبت لك ايد اختي مرجانة. يا الله منك يا امي. طاهر اسمعني، اذا عندك نية تانية قول لأمك انه تنسى اللي قالته وتسكر على السيرة. ما رح تبطلي عوايدك يا امي. صرنا عيلك هلأ بتم كل أهل البلد. ولك طاهر، ولك طاهر. طاهر طلع لبرا. طلع احكي مع مصطفى. طاهر انت ما رح تطلع. بس عمي ما بسمح لحدا يقول عيلة كاليلي تخانقوا عباب بيت عثمان. عمي لشو هالحكي، ما رح نتخانق. أنا بعرفكن منيح، أنت استنى هون ولا تتحرك. عمو مصطفى رح ياخدنا من هون؟ جلا يرجعنا لعند بابا يعني؟ طول ما أنا عايش ما في قوة رح ترجعكن لهنيك. خير شو في يا ابني؟ كنت رح تكسر الباب اللي مثلك ما بيطلع منه هالحركات. طيب ما تأخذني عمي، اجيت أخذ المجنون. ما عندي بالبيت مجنون لا أعطيك إياه. طيب عمي بعد لي أنا باخده. يلا ارجع على بيتك ابني. يلا ما تعمل هيك عمي، طاهر بخطر هلأ. أنا أكل هم روح أخي. طيب وروح هديك المسكينة، معقول أنت مانك أكل همها؟ أخي من جهة ومرة حياتها معرضة للخطر من جهة، أنا شو اللي لازم أكل همه عمي؟ اللي بعرفه عنك إنك رجال شهم. البنت هربانة من الظلم، منروح منسلمها بإيدنا؟ وين كان عقلها من 8 سنين؟ وين كان مخها لما قعدت ببيت الزلمة 8 سنين وجابت ولد؟ لما شافت أخي خطر ببالها تهرب. أنا ما كبرته بطلوع الروح لحتى يموت بسبب واحدة مو معروف قرعت أبوها منين؟ يا ابني طاهر بس عم يساعد. ما بيقدر يساعد. ورضاي عليك روح. اسمع أنا رجال كبير بصلي وبخاف من ربي، فما تخليني أوقع بالغلط. يلا أنا ماشي عمي، إذا لزمكن شي أنا رح خبرك بنفسي. مشكور عمي، دعيلي. نفس روقي. حكيه صح، معه حق بكل كلمة قالها. انت ما فيك تساعدنا، فهم هالحكي بقى. بفهم شغلة واحدة بس، انا ما رح اتركك لحالك. لك فهمني انت ليش هيك مخك سميك يا؟ بدل ما تسمعيني هذا الحكي الفاضي. ابنك جوعان روحي طعميه. عمي شو عندك لنعمل شوربة؟ لانه نفس رح تطبخ لنا اليوم، بس بالاول اعملي لي شاي. يا ربي دخيلك، نحن آكلين هم حياتنا وانت آكل هم الشوربة؟ شايف يا كابتن كيف أمك عم تتفزلك وتحكي معي؟ شو يعني تتفزلك عمو طاهر؟
الفزلكة أكتر شغلة شاطرين فيها النسوان. مانك طبيعي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.